رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله في باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع وانتصار لدين الله تعالى، قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه، وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: السهوة، قال: كالصفة تكون بين يدي البيت، والقرام ستر رقيق، وهتك هو أي أفسد الصورة التي فيه. هذا الحديث فيه من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى في البيت تماثيل قد رسمت على الجدار غضب النبي صلى الله عليه وسلم. قد مر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب ولا ينتقم لنفسه، ولكنه يغضب إذا انتهكت حرمات الله وينتصر لدين الله. فلما رأى هذه التماثيل التي قد رسمت على هذا الجدار غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، أشد الناس عذابا يوم القيامة عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. وقد عرفت عائشة الغضب في وجهه، فقالت: تلون وجهه، أي تغير وجهه صلى الله عليه وسلم عندما رأى هذا المنكر، وذلك لأن هذه التماثيل تضاهي خلق الله سبحانه وتعالى، ولذلك جاء الوعيد الشديد كما في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث، في أن من صور هذه التصاوير وفعل هذه التماثيل أنه يوم القيامة يقال له: أحيوا ما خلقتم. وفي هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة. والشاهد لهذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى هذه الرسومات على هذا الجدار غضب وتلون وجهه وأنكر المنكر وهتك هذه التماثيل والصور، هتكها أي باشر المنكر بيده. ويستفاد من هذا أن الأب في البيت والقيم في البيت مسؤول عن تغيير المنكر، فلا يقول: أنا ما أستطيع أغير المنكر. أن تستطيع أن تغير المنكر بيدك لأنك صاحب سلطة في بيتك، فصاحب السلطة في البيت يجب عليه أن يغير المنكر لأنه سلطان بيته وملك بيته، فيغيره بيده كما غير النبي صلى الله عليه وسلم المنكر بيده في بيته. وأنت مسؤول أمام الله عما ولاك إياه من هذه المسؤولية العظيمة. قال رحمه الله تعالى: وعنها، أي عن عائشة رضي الله عنها، أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله، من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: من يجترئ عليه، يعني على الرسول، إلا أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب ثم قال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه حد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. وهذا حديث أيضا حديث عظيم وفوائده كثيرة، منها أن هذه المرأة المخزومية وبنو مخزوم قبيلة معروفة من قريش ولهم شأن عظيم بين العرب، كانت تأخذ المتاع ثم تجحده، تأخذه إعارة ثم تجحده، فالنبي صلى الله عليه وسلم سماها سرقة وأمر بقطع يدها، فدل على أن هذه الصورة تعتبر من صور السرقات. إذا أخذ الإنسان العارية
ثم جحدها فإنه يعتبر سارقا، فإنه يعتبر سارقا كما يدل عليه هذا الحديث. فهذه المرأة المخزومية كانت تأخذ المتاع سعرة ثم تجحده، فأقام عليها النبي صلى الله عليه وسلم الحد. قبل أن يقيم عليها الحد أهم قريشا هذا الأمر، وأرادوا أن يشفعوا لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من الغضاضة عليهم، فقالوا من يشتري على رسول الله إلا أسامة بن زيد رضي الله عنه عن أبيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه ويحب أباه، فكان هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكلمه أسامة رضي الله عنه، أراد الشفاعة وأراد الخير فيما يظهر له لأنه لا يعلم الحكم، وهذا هو الظن به رضي الله عنه وأرضاه. فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال تشفع في حد من حدود الله؟ فدل على أن الحدود لا يشفع فيها، قد جاء في الحديث لعن إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع، فلا تجوز الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان. أما إذا لم تبلغ السلطان فإنه يجوز فيها الشفاعة، ولكن تكون الشفاعة عند صاحب الشأن بأن يتنازل عن حقه. أما إذا وصلت السلطان فلا شفاعة، بل ليس لصاحب الحق في مثل هذه الحال كالسرقة أن يتراجع. ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أحد الصحابة، قد كان هذا الصحابي نائما على لحافه، فجاء رجل فسحب اللحاف من تحته، فقام هذا الصحابي ومسك بهذا الرجل وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي بقطع يده. فهذا الصحابي لم يظن أن النبي سيقطع يده، يعني ظن أنه سيعاقبه سيعزره، فقال يا رسول الله يعني عفوت عنه، قال لو كان هذا قبل أن تأتي به إلي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بيده فقطعت. فالحدود إذا بلغت السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم غضب على أسامة أنه شفع في هذا الحد، قال تشفع في حد من حدود الله تعالى. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فاختطب، وهذا كان من عادته صلى الله عليه وسلم، إذا رأى منكرا فإنه يقوم يخطب بالناس ويقول ما بال أقوام، من أجل أن يبين للناس الأحكام الشرعية، وهذه من السنة. والأئمة في المساجد والخطباء في الجوامع وأصحاب الشأن من أهل العلم والفضل إذا رأوا مثل ذلك فإنه ينبغي لهم أن يفعلوا كما فعل الرسول بأن يبينوا مثل هذه الأحكام. إذا رأوا في الناس معصية ظاهرة أو منكرا ظاهرا لا يعرفونه، أو حتى لم يظهر هذا المنكر ولكن يعني يقع بين الناس، فإنه ينبغي لهم أن يبينوا الناس الأحكام الشرعية، سواء عن طريق المنابر في المساجد وفي زماننا حتى في وسائل الاتصال، لأن هذا ميثاق أخذه الله عز وجل على أهل العلم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فلا بد من البيان كما كان النبي يفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام فاختطب الناس ثم قال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا، إذا سرق فيهم الضعيف تركوه. من أسباب هلاك الأمم أنهم يميزون بين الشريف والوضيع في إقامة الحدود. فقال صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، لم يقيموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحكم لا مجاملة فيه، وأن شرع الله عز وجل لا تنفع فيه المجاملة ولا القرابة، وإنما يقام الحد على الجميع. فقال وأيم الله لو أن فاطمة الشريفة رضي الله عنها وأرضاها، وهي بعيدة كل البعد، ولكن هذا على سبيل التمثيل والتنزل والمثال على غير موجود رضي الله عنها وأرضاها، لأنها لا تفعل هذا، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أجل أن يبين أن الأمر لا محابة فيه. قال وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وقوله صلى الله عليه وسلم لقطعت يدها يدل على أنه لباشر القطع من أجل بيان عدل هذه الشريعة، وأنه لا محابة في الشرع. آخر ما ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب حديث أنس، قال وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة، يعني في قبلة المسجد، فشق ذلك عليه حتى رؤي ذلك في وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى منكرا يعرف ذلك في وجهه، كما مر في حديث
عائشة تلون وجهه، وهنا عندما رأى النقامة في قبلة المسجد تغير وجهه حتى عرف ذلك فيه صلوات ربي وسلامه عليه. فدل على أن النقامة في المسجد منكر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه عندما رآها، فقال صلى الله فقام فحكه، قام النبي فحك هذه النقامة بيده صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب تغيير المنكر باليد صلوات ربي وسلامه عليه. فقال بعد ذلك: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا، متفق عليه. قال النووي رحمه الله: والأمر بالبصق عن يساره أو تحت قدمه هو فيما إذا كان في غير المسجد، فأما في المسجد فلا يبصق إلا في ثوبه. هذا الحديث فيه عدد من الفوائد، أولها أن النخامة خطيئة، أن النخامة في القبلة سواء كان في المسجد أو غير المسجد فإنها خطيئة، وفي المسجد سواء في القبلة أو في غير القبلة فإنها خطيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، كفارتها دفنها. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمعر وجهه إذا رأى منكرا. الفائدة الثالثة: مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم لإزالة المنكر، قام فحكه بيده صلى الله عليه وسلم. الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم، الرابعة أنه قام فعلمهم الحكم الشرعي، فقال: إذا قام أحدكم، إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه. فالصلاة مناجاة بينك وبين الله، أعظم العبادات وجل الطاعات الصلاة، لأنها مناجاة بينك وبين الله، وذلك جعلت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة، لأنها مناجاة بينك وبين الله. إذا قام العبد في صلاته فقال: الحمد لله، قال: الله حمدني عبدي. إذا قال: الحمد لله رب العالمين، قال: حمدني عبدي، إلى آخر الحديث القدسي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله سبحانه وتعالى: مجدني عبدي، إلى آخر الحديث. فالصلاة صلة بينك وبين الله، مناجاة بينك وبين الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: إن أحدكم إذا قام بصلاته فإنه يناجي ربه، فإنه يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة، وإن ربه بينه وبين القبلة، لأن الله سبحانه وتعالى محيط بخلقه، فهو عال على خلقه ومحيط بهم سبحانه وتعالى. فإذا قام الرجل في صلاته فإنه يناجي الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يبزغن أحدكم قبل القبلة، لا تبصق قبل القبلة وأنت تصلي، ولكن عن يساره أو تحت قدمه، يعني عن جهة اليسار أو تحت القدم، وهذا في غير المسجد، لأن في المسجد يعتبر البصاق فيه من الخطايا، ولكن في غير المسجد تبصق عن يسارك أو بين قدمك. وفي هذا الزمان يتأكد عدم البصق في المسجد لأنه يتلوث الفرش. فماذا تفعل إذا كنت في الصلاة وقد غلبك النخام أو البصاق؟ فإننا نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تعليم، وهذه فائدة خامسة أو سادسة في هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم كيف يفعلون، وهذا تعليم بالعمل وتعليم بالفعل، وهذا مما ينبغي للمعلم أن يفعله ويضربه بين الطلاب حتى يفهموا المثال ويفهموا الحكم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال أو يفعل هكذا، كيف يفعل؟ قال: فبصق في ردائه، بصق فيه ثم رد بعضه على بعض. لماذا رد بعضه على بعض؟ وهذه الفائدة السابعة، أنه من أجل أن يزال ما يستكره، يزال ما يستكره ولو بشيء قليل، لأن النخام، وهذه الفائدة الثامنة في هذا الحديث، أنها طاهرة، لأنها لو كانت غير طاهرة لما بصق النبي في ردائه وصلى به، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل النجاسة في الثياب، فدل على أنها طاهرة ولكنها مستكرة. فرق بين النجاسة والمستكرة، فالبصاق المخاط مستكرة لكنه طاهر، لكنه طاهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا الرداء ورده على بعضه حتى
يزال ما يستكره ولو بشيء قليل. فالمصلي إذا كان بصلاته وغلبه النخام أو غلبه البصاق فإنه في مثل هذه الحالة إذا لم يكن عنده مناديل فإنه يأخذ بردائه بغترته بثوبه ويبصق فيه ولا يبصق في المسجد، لأن البصاق في المسجد خطيئة. وهنا ننبه على مسألة وهو أن البصاق في المسجد خطيئة كما جاء في الحديث، البصاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنها. بعض الناس يظنون أن المسجد هو المصلى فقط، فإذا ذهب إلى حوش المسجد بصق فيه، وبعضهم يرمي حتى الأوساخ، يرمي النشاف ونحو هذه الأمور، ولا شك أن هذا لا يجوز، لأن كل ما كان في سور المسجد فهو من المسجد، فإذا بصق في حوش المسجد ولو كان ترابا فهذه خطيئة وكفارته ودفنها. فلا يجوز أن يبصق في المسجد سواء في المصلى أو فيما يتبع المسجد من الأحواش التي هي داخل سور المسجد. فهذا آخر ما ذكر المصنف في هذا الباب، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.